Peki, inelim. Honca bu ek eklendiği sıfat veya zarfın anlamını güçlendirir ya da zayıflatır. Yani هذه اللاحقة يا بتضعف يا بتقوي معنى الظرف أو الصفة اللي انضاف لها أكلاندية اللي انضاف لها يعني مثل örnek Aysun اسم بنت Aysun uzunca boylu güzel bir kız uzunca يعني كتير طويلة يعطي عطى هون معنى التقوية uzunca boylu boy معنى قامة يعني لو أخذناها أول قاعدة هون بالآيكي اللي معناها ذو قامة طويلة جدا فهون ضفنا لها للأظن للصفات أظن جا يعني هون يا نستخدم جا أو نستخدم جا كمان حسب التوافق الصوتي يعني إذا إجا عندنا حرف الآ أ أو أو شو بيعطينا جا يعني منضيف جا إذا كان عندنا إي 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 نستخدم ج حسب التوافق الصوتي فهون أظن أظن آخر حرف أو ضفنا جا أظن جا بويلو بزال بيركز يعني فتاة جميلة جزال بيركز بليني إنجيت ممك إتشين البل هي الخصر معنى بليني إنجيت ممك إتشين مشان نحن نقول إنجيت ممك مشان ما يوجه خصره إنه ما يأذي حاله قلتوكتان يافاشا كاكمان لازم فهون يافاش تشا طبعا هون إذا إجا عنا الفستق تشهب الحرف الجي يقلب إلى تشي هون والفوق كمان كل الجي يعني دائما هاي القاعدة تمشي معنا مع كل القواعد يعني إذا شفنا الفستق تشهب مثلا هون عنا حرف الشي فاستخدمنا اللاحقة تشا يافاش تشا ببطء معنا يعني ببطء كثير فهون إيش ضعف المعنى أكثر إنه كتير شوي شوي إنه بمهل كثير ببطء كثير يافاش يافاش معنى بطيء يافاش تشا كالكمان لازم يعني لازم تقوم لازم هي نفسها لازم تقوم كالكمان تقوم ببطء من وين كولتوكتان كولتوك قلتك هو المقعد الأريكة إيكي هون كمان إيش أعطى يعني يا ضعيف لاتر يا جوشلاندرر فهون جوشلاندر أزنجا حكا أزنجا يعني طويلة القامة كتير طويلة وهون إنه ببطء كثير بطء كثير أينا هون هاي التالتة لا نشوف لا فوق أخذنا الجك أخذنا الجا هلا ناخذ الجاز إن شاء الله بلاقيكم أورنكلار يعني نحن كل ما شفنا الأمثلة وقرأناها كل ما نتعلم أكثر ونعرف الكلمات شلون تستخدم هون مثلا جاز دائما بيجي مع المسكين يعني بيقولوا زافالي زافالي معنى مسكين زافالي هيك شلون استخدمها الحرف الثاني عندنا الا يعني بس بيختلف يا بكون ا يا بكون ا فلهيك يا بنستخدم جاز امتى اذا جانا ا او او نستخدم جاز اكثر شيء بيقولوا كادن جاز يعني المرأة المسكينة كادن جاغز جاغز
وفي عنا A E وال A E، وهون استخدم J's. انتو هون مو؟ عم تسمعوني؟ إيفيت إيفيت تمام دوام ما عم يطلع صوت ابدا، فحسيت انه ما حدا عم يسمعني. اوكي هون استخدم يا جاز يا جيز حسب هدول الاحرف الصوتيه، اخر حرف صوتي. وهاد هدول شو بيعطوا؟ انو معنى؟ يعني اكثر شيء مثل ما حكيت لكم ظل لك المسكنه، انه مسكين. اجما شفقه، سيفجي محبه، يعطي هدول المعاني. شفقات شفقات شو كانت؟ الشفقة. لا الشفقة هي الأجمع، اللطف، العاطفة. العاطفة نحكي لها إنه تعطف على الثاني، تمام؟ الشفقات ها معنا غير الشفقة، صح؟ العطف على الآخر. فهون مثلا ظل كز جاز، كز البنت، فتاة، ظل كز جاز يعني الفتاة المسكينة. هم أوكيور، هم تشالشيور يعني الشفقة. هون إجا بمعنى الشفقة أجمع، إنه بتشتغل، هم تشتغل وهم تدرس. أوكيور هم أوكيور هم تشالشيور، تشالشيور معناه إنه تعمل، أوكيور إنه بتدرس. هون جاي بمعنى إنه تدرس. الفتاة المسكينة زبالك كزجاز. شوك إيه بير أدام جاز، هون بيعطي معنى المحبة، إنه رجل كتير كويس، كتير منيح. شوك إيه جيد جدا، كتير منيح. هركسة ياردم إديور، إنه بيساعد الجميع. هركس معنى جميع، الياردم إديور ننتبه هون دائما الكلمة اللي قبلها منضيف لها الا، مثلا بابا ما ياردم إديورم، وساعد أبي ياردم إديور يساعد. مثلا أنما ياردم إديور، ويرتمنا ياردم إديور، آخر حرف لازم يكون أ، الحدا اللي عم تساعده. هيكي لهون في حدا عنده سؤال؟ أعتقد القواعد اليوم بكفي. أنا تعبت وأنتوا تعبتوا. ليه ما ندرسنس؟ شو بتقولوا؟ زبالة بدكم؟ صحيح. تمام. حاولوا تحلوا هذا الرابع كمان. أنا خليني آخذ 5 دقائق ونرجع، تمام؟ أحوقف التسجيل.